على هذه المساحة الشاسعة تجري أعمال البناء لوحدات السكن المؤقتة على قدم وساق في ولاية أديامان، إحدى الولايات الأكثر تضرراً من زلزال جنوبي تركيا. وبالتنسيق مع وزارة النقل والبنية التحتية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، تسعى الحكومة لتلبية حاجات المأوى لمتضرري كارثة الزلزال الذين باتوا يعيشون في خيام أقيمت في أجزاء كثيرة من المدينة. جاء الزفت من منطقة ديار بكر والآلات من أضنة وألازيغ وولايات مختلفة. نحن نعمل على مدار الساعة حتى يتمكن مواطنون هنا من العودة إلى حياتهم الاجتماعية في أسرع وقت ممكن. نضع بالاعتبار خلال العمل أن كل متضرر من مواطنينا هو فرد من أفراد عائلتنا. مدينة كاملة الخدمات وقرابة 1800 منزل مؤقت هو ما تسعى الحكومة لإنشائه في منطقة آلتن شهير في أديامان، حيث جرى الانتهاء من البنية التحتية ل700 منزل. ستكون هذه مساحة معيشية متكاملة من خطوط الصرف الصحي والكهرباء والألواح الشمسية. هي ليست للمتضررين كمنازلهم السابقة، لكنها بشكل عام ستكون مكانا آمنا يواصلون فيه حياتهم. بجهود فريق مكون من 200 عامل وقرابة 60 آلة بناء، يكافح مسؤولو إدارة الكوارث والطوارئ لتكون هذه المنازل في متناول المواطنين خلال مدة أقصاها 25 يوما. رام عقيلي، تي ار تي عربي.